طيب الايام دي في حدثين مهمين جدا. اول حاجه النهارده مباراه ريال مدريد وليفربول في نهائي تشامبيونز ليج الاوروبي، والمباراه الثانيه هي مباراه الاهلي والوداد بعد بكره باذن الله تعالى في نهائي تشامبيونز ليج الافريقي. بالتالي عشان كده انا معايا واحد من المحللين الرياضيين المميزين جدا، واللي هو جاي بقى قدام كده في المستقبل حاجه تقيله وحاجه جامده، وتحب تسمع له كده وتسمع تحليله يعني. في الحقيقه محمود شاكر عبر سكايب معانا على سكايب، بنتكلم معاه في بعض الامور المهمه الخاصه بمباراه ليفربول وريال مدريد، وايضا فيما يتعلق بمباراه الاهلي والوداد. يا محمود مساء الخير. مساء الفل عليك يا امير، ومساء الفل على جميع متابعي قناه كل حته، ودايما كالعاده مبسوط ان انا معاك. احنا سعداء بتواجدك معانا يا حوده. خليني سريعا ابتدي معاك بماتش الاهلي والوداد، ازاي بتشوف الماتش ده، وازاي الاهلي يقدر ان هو يتفوق على الوداد في ظروف صعبه، بتكلم بالتحديد من الجانب الفني. خلينا الاول نقول ان مباراه النادي الاهلي ونادي الوداد مش مباراه زي اي مباراه فاتت طبعا. نهائيه النادي الاهلي يمكن دي السنه الثالثه على التوالي للنادي الاهلي موجود في نهائي دوري ابطال افريقيا، ولكن الظروف يا امير كنت سامعك حتى قبل الفصل بتتكلم على الظروف اللي النادي الاهلي اتحط فيها، والسؤال يكون هنا برضو لحد امتى النادي الاهلي هيفضل يدفع ثمن الاخطاء التنظيميه في الكاف. شفنا في كاس العالم النادي الاهلي بسبب تضارب المواعيد ما بين كاس امم افريقيا وما بين كاس العالم، شفنا النادي الاهلي دخل اول مباراه منتير المكسيكي من غير لعيبه كثيره جدا، ونفس الكلام برضو دلوقتي بنشوفه تنظيميا المغرب هي للاسف هي اللي بتحصل على تنظيم مباراه الاهلي والوداد. وطبعا كلنا عارفين راجل فوزي لقجع مدير الرئيس الاتحاد المغربي ومدى قوته ونفوذه، ان هو بيحاول على قد ما يقدر ان كل يعني كل الظروف تبقى مهيئه لنادي الوداد ان هو يعني يبقى ليه المبادره دايما او يبقى ليه الافضليه علشان بيلعبوا على ارضهم وجمهورهم. وشفنا طبعا موضوع التذاكر وتقسيم التذاكر والتذاكر العامه وحاجات كتيره اتكلمنا فيها كتير ومش هنترك فيها قوي، ولكن خليني الاول اقول ان نادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي لازم تنسى خالص الموضوع ده، لازم لعيبه النادي الاهلي تفصل تماما عن اللي بيحصل ده. الامور دي امور اداريه، امور ليها علاقه بمجلس اداره النادي الاهلي اللي اكيد كفيل كويس جدا ان هو يقدر او يحاول ياخد حق النادي الاهلي لو النادي الاهلي ليه حق في المواضيع دي كلها، ولكن اللعيبه لازم تفصل تماما ان المباراه دي مباراه هتذكر في التاريخ، ان النادي الاهلي وصل نهائي افريقيا وان شاء الله كسبها، او لو لا قدر الله خسرها فاللي هيتكتب في التاريخ ان النادي الاهلي حصل على البطوله او لم يحصل عليها. كل الظروف اللي فاتت دي محدش هيذكرها تماما. لعيبه النادي الاهلي متمرسه على المواعيد اللي زي دي، لعيبه النادي الاهلي الظروف اللي زي دي مرت بيها كتير جدا. المغرب اكتر بلد في افريقيا فيها صعوبه كبيره جدا في مباريات الانديه الافريقيه لما بتروح تلعب المغرب، شفنا طبعا مباراه الرجاء وشفنا مباراه الوداد، ويمكن شفنا كمان شراسه جمهور الوداد في مباراه نادي الوداد ونادي الزمالك في دور المجموعات. ولكن المباراه زي ما بنقول لعيبه النادي الاهلي لازم تفصل خالص عن المشاكل اللي طيب بتحصل. محمود بالتحديد عايز اتكلم بقى عن طريقه اللعب الانسب للاهلي من وجهه نظرك في الماتش ده، يعني هل 3 4 3 4 3 3 4 2 3 1 شايف ايه؟ دلوقتي احنا لازم اول حاجه لو عمرو السوليه سليم 100% ويقدر يشارك وما بيشاركش بقاله شهر، لو عمرو السوليه سليم انا شايف ان النادي الاهلي يلعب بطريقته المعتاده، ثلاثه في وسط الملعب وحمدي فتحي يبقى ليه الادوار اللي هو ينزل بالظبط، ينزل يستلم الكوره عشان يقدر يطلع النادي الاهلي بالكوره من تحت دي في الحاله لما يكون النادي الاهلي معاه الكوره، وفي نفس الوقت لما النادي الاهلي بيفقد الكوره بنشوف ان حمدي فتحي عشان يغطي ورا علي معلول وعشان يغطي ورا محمد هاني، ان حمدي فتحي بينزل كتالت عشان يعملوا ستريتش بحيث ان ايمن اشرف او ياسر ابراهيم سواء اللي هيلعب هنا او هنا هيبقى يمين وشمال وحمدي فتحي في النص عشان يقدر يغطي في ظهر الباكات. دي طريقه، وفي كلام كتير ان لو عمرو السوليه مش جاهز انا شايف يا امير ان هو ممكن يقدر يلعب 4 2 3 1 بحيث ان حمدي فتحي وديانج يبقوا ثابتين رقم 6 في وسط الملعب، وقفشه بيقوم بدور صناعه اللعب ينزل يستلم ويقدر يمشي الكوره ويقدر يربط ما بين التلت الهجومي والتلت الدفاعي، ويمكن شفنا ده في المباراه اللي فاتت في الدوري، شفنا ان قفشه اخر مباراتين في الدوري قفشه كان متفوق بشكل كبير جدا وقدر يستعيد جزء كبير جدا من مستواه، وقفشه كان نقدر نقول نجم المباراه اللي فاتت اللي النادي الاهلي قدر يكسب فيها في الدقائق الاخيره. دي طريقه وطريقه ثانيه، هو بناء على التغييرات وبناء على بناء على الاصابات وبناء على مين اللعيبه اللي جاهزه، لان المباراه دي امير هيبقى فيها جهد بدني رهيب، هيبقى فيها عنف، هيبقى فيها شراسه، هيبقى فيها احتكاكات كتيره جدا، فهي طريقتين يا سواء هو يلعب 4 2 3 1 يا اللي يلعب 3 4 3 اللي بتتغير سواء الاهلي معاه الكوره حمدي
بيزيد او حمدي فتحي بيرجع لما الاهلي يبقاش معاه الكوره. طيب فيما يتعلق بقى بنهائي دوري ابطال اوروبا محمود، ليفربول وريال مدريد، بتشوف الماتش ده ازاي ومين اللي ليه الافضليه الفوز باللقب؟ المباراه ما بين اقوى فرقتين في اوروبا، اقوى ثلاث فرق في اوروبا معاهم مانشستر سيتي طبعا. مباراه ريال مدريد فريق متمرس بشكل كبير جدا على البطوله دي بتاعته. الموضوع زي ما قلنا النادي الاهلي طبعا مع الفرق في اوروبا، ريال مدريد متمرس جدا على دوري ابطال اوروبا. ريال مدريد تعرض لكل المواقف دي قبل كده، ريال مدريد 60% من السكواد بتاعه كان موجود في الثلاثه تشامبيونز ليج اللي اتاخدوا ورا بعض مع زين الدين زيدان. قصاد الناحيه الثانيه فريق شبه متكامل اللي هو ليفربول، فريق عنده افضل مدافع في العالم، فريق عنده الثلاثي الهجومي ثلاثي قوي جدا جدا جدا، ولويس دياز تقل جدا الثلاثي اللي قدام. هيبقى في معركه هنشوف دلوقتي هنا امير. ريال مدريد شفناه في مباراه تشيلسي، شفناه في مباراه باريس سان جيرمان، وشفناه في مباراه مانشستر سيتي، بيعتمد على الترانزيشنز في مهاره فينيسيوس جونيور في الدريبل، في سرعات العدو زي ما بنقول ما بيجري كتير جدا. الراجل شفنا في ماتش مثلا مانشستر سيتي الكوره اللي خطفها من فرناندينيو وقدر يسحب في المساحه دي كلها. طبعا كلنا عارفين ليفربول بيعتمد على الاستحواذ، ليفربول بيعتمد على الاستحواذ والضغط العالي واسترجاع الكوره، استرجاع الكوره في اقل عدد ممكن من الثواني. هنشوف دلوقتي ساعتها في مشكله بتقابل ليفربول وهي عدم وجود فابينيو. ممكن عدم وجود تياجو الكانتارا، بس هو بنسبه كبيره هيكون موجود يا محمود، لكن ان شاء الله باذن الله اكيد يعني نتمنى كل التوفيق لليفربول في مباراه اليوم عشان خاطر محمد صلاح. محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، واكيد هيكون معانا محمود شاكر في حلقات لاحقه عشان نتكلم معاه في بعض الامور الفنيه تتعلق بمختلف المباريات. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا.